كم مرة مضيت للزمالك؟ لا كتير كتير والله كتير قوي فعلا. احكي لنا بقى. تقريبا 5 مرات. 5 مرات؟ اه. وانا في بتروجيت طول الفترة بتاع بتروجيت انا كان نادي الزمالك عايزني. حلو. ما كنتش بعرف امشي. مرة مضيت كان هنري ميشيل. تمام. مين بيتواصل معاك؟ الكابتن احمد رمزي و تمام. على طول الكابتن احمد رمزي من اكثر الناس كانت عايزه تقول لي انت كورتك لازم تيجي نادي الزمالك بصراحه. والسنه اللي بعديها كابتن احمد رفعت والكابتن احمد رمزي. اه والله ده كنت في المصري بقى ساعتها؟ لا بتروجيت برضه. بتروجيت وانا بتروجيت 3 مرات وانا في المصري مره 4 مرات. طب بتروجيت ما فيش ولا مره مشيت ليه؟ ما كنتش بعرف امشي. ما كانش كان صعب قوي ان انت تمشي من بتروجيت. خلي بالك يمكن انا لما مشيت فتحت الموضوع للناس عشان تبقى عارف يعني. اه انت مشيت يمكن للمصر. انا اول واحد مشيت فيهم. طب ومشيت بمبلغ كبير ساعتها ما كانش بيدفع كتير يعني. كام بقى؟ 3,750,000. تمام. وقتها يعني كان وقتها كان مبلغ تمام. طب انت مشيت بتروجيت للمصري، هل الفتره دي كان الزمالك بيتكلمش معاك؟ كانوا بيتكلموا معايا بس انا مشيت المصري علشان المصري ساعتها كان هو اللي هيقدر يدفع لي الفلوس دي. النادي وليك ولا مستر كامل ابو علي؟ ولا لا لا للنادي بس. للنادي يعني الزمالك ما كانش يقدر يدفع 3 مليون للصغير. كان في مشاكل ماديه وقتها في النادي الزمالك. اه في نادي الزمالك. تمام. بعدين انت رحت المصري. رحت المصري اول سنه برضو الزمالك فاوضك؟ فاوضني لما حصلت المشكله بتاعت ماتش الاهلي ومضيت. وكان المهندس ممدوح عباس وحصل شويه مشاكل كده. انا كان معايا كان وكيلي كابتن نبيل ابو زيد وكابتن انور شلوفه. وبعد كده يعني في حبه التزامات ما حصلتش فروحنا سموحه زي. وهل الاهلي فاوضك في يوم من الايام؟ اه كتير. طب كم مره الاهلي فاوضك؟ مرتين. اول سنه ليا في النادي المصري وسنه 2007 وانا في النادي بتروجيت. والكلام ده يتسال عليه ناس كتيره كانت في النادي الاهلي وقتها. طب وليه ما تمتش الصفقه؟ كابتن علاء صادق وكان مستر مانويل جوزيه وكان في مترجم اسمه كابتن احمد عبده صح. وانا خارج في الطرقه ماتش بتروجيت والممر الطويل اللي انت بتطلع له مستر جوزيه قال يعني كان بيتكلم وكابتن احمد عبده الترجم قال لي انا مستنيك السنه الجايه في النادي الاهلي. حسيت بيه ساعتها؟ لا حاجه يعني مدرب كبير وراجل ليه تاريخ ان هو يقول لك كده يعني طب حاجه كويس. اول مرتب خدته اول مرتب خدته وانا عندي 9 سنين في النادي الاهلي 10 جنيه 10 جنيه عملت بقى ايه؟ لا مش فاكر طبعا مش فاكر طبعا كان يعني لا مش فاكر ده اكلمك سنه 90 ولا حاجه